تابعت ازاي حركة الحراك يعني المستمر في السودان خلال الفترة الأخيرة؟ يعني هو كان من الواضح ان حالة الحراك الشعبي في السودان وفي الجزائر ان احنا امام موجة تانية من الحراك الثوري اللي شاهدناه في عام 2011، وان الدول الناجية من الثورات خلال السنوات الثمانية الماضية بتغير جلدها بشكل او باخر ولديها قدرة على الصمود مرة اخرى في وجه نظم لديها مشكلات مختلفة مع مجتمعها، وان الاستخلاص الاساسي خاصة فيما يتعلق بحالة السودان، لان الحراك السوداني كانت حتى بدأت تبعاته بعد ان بدأت تهدأ نسبيا في بعض الدول في نهاية ديسمبر 2013 على سبيل المثال. لكن القدرة على الصمود من جانب قوى الحراك، تجديد القوة المعبرة عنها، يعني كانت بتقتصر على بعض الفئات، ممكن في الحراك هذه المرة تجمع المهنيين بشكل كبير، قدرتهم على الانتشار في الكثير من الولايات السودانية، عدم اقتصار الحراك على العاصمة المركزية في الخرطوم وتمددها في بعض الولايات الأخرى، بالإضافة إلى وجود نوع من الانقسام الحاد داخل المؤسسة العسكرية وانحيازها من مطالب الجماهير في ظل إدراكها أن النظم السياسية التي لا تحظى بدعم وتأييد شعبي تصبح في مهب الريح. في هذا السياق كان من الملاحظ أيضا في حالة السودان أن النظام الحاكم يحاول أن يجتاز كل احتجاج ويتصور أنه سوف يعبره كل مرة بنفس الآليات المرتبطة بالأداة الأمنية، احتجاز قوة الحراك، الوعد ببعض المحفزات الاقتصادية على سبيل المثال، لأن الشعارات الاحتجاج الأولى لم يكن يقصد بها في بدايتها هي الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وإنما مع تأخر الاستجابة على سبيل المثال كانت هناك مطالب اقتصادية واجتماعية تدرجت في مرحلة لاحقة قصيرة.